سعيد واحد من الشباب الذي توجه للفلاحة لتصبح مستثمرته ومزرعته نموذجية في تربية الأبقار الحلوب بولاية الأغواط. ومنذ 2017 بدأ هذا المشروع بعشر بقرات ليصل اليوم إلى أكثر من 120 بقرة حلوب بمعدل إنتاج 2000 لتر حليب يوميا. بدينا بعشر بقرات، ومن بعد بالعقل كانوا دي زونغار قدام كلش، وبدينا بالامكانيات الخاصه تاعنا. المزرعه دوكا هي ولات مزرعه نموذجيه لتربيه الابقار الحلوب الاولى على مستوى ولايه الاغواط، تحتوي على 123 بقره حلوب، منها 80 بقره، معدل انتاج 25 ريت للبقره، مجموع 2000 ريت لها. فيها قاعة الحلب ديفواويت 8 في 16 بقرة حلوب، فيها الديكروشاج اوتوماتيك، لافاج اوتوماتيك، لي كونتور الكترونيك. ترقية شعبة الحليب بالولاية من الأولويات لتدعم إنتاج الحليب ومشتقاته بهدف التخفيف من استيراد هذه المادة الحيوية والإسهام في التنمية الاقتصادية بشكل يضمن وصولها إلى المواطن. مزرعة واحدة أخرى هي الخاصة بتربية أبقار الحلوب اللي يلحق كمية الإنتاج تاعو حتى 2000 لتر يوميا، وهذه راهي قابلة للتوسع. احنا من هذا زيارة هذه المستثمرات الفلاحية حبينا نبينوا ما هي قدرات الولاية، لو توفرت كل الشروط هالولاية يعني رحنا نبينوا باللي قادرين المستثمر تاعنا يكون إنتاج ويكون توفير إن شاء الله منتوجات فلاحية. فتربية الأبقار الحلوب وتطوير هذه الشعبة هو رهان يقطعه هذا المستثمر الشاب بمرافقة الدولة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا ودعم الولايات المجاورة.